أما أليكسي نعمة مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني رح يخبرنا بدوره عن أرقامهم بالساعات الماضية. صباح الخير أليكسي. صباح النور، يعطيكم أنت العافية. كمان تفضل. إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عندنا 21 حادث، 28 إصابة، وكان في من ضمنهم حالة حرجة وحدة. بيروت 4 حوادث 4 إصابات، جبل لبنان 8 حوادث 9 إصابات، البقاع حادثين 4 إصابات، الشمال 4 إصابات 6 حوادث، والجنوب 3 حوادث و5 إصابات. تتوزع أنواع الحوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات وشاحنات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مصدر إلهاء، انزلاقات وسوء رؤية. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 444 مهمة موزعين على 264 حالة طوارئ، 161 نقل مريض عادي و19 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. بالنسبة للمهام اللي عم نقوم فيها بمختص وباء كورونا، امبارح نقلنا 115 إصابة ومشتبه بهم للمستشفيات. يعطيكم العافية. شكرا لك أليكسي نعمي ولكل عناصر الصليب الأحمر.